رأي حضرتك في المنتدى هذا العام؟ أنا أعتقد إحنا طبعاً لسه ما شفناش إلا الجلسة الأولى، وشفنا الجلسة الافتتاحية لحفل الافتتاح. أعتقد أنه كان بيتضمن رسائل مهمة. أهم رسالة إن إحنا بشر مختلفين ومتنوعين ومتعددين في الرؤى وفي المواقف وفي الآراء وفي الأديان وفي الأعراق وفي الانتماءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن يجمعنا شيء واحد ان احنا لنا سمات واحدة، كلنا انسان، كلنا بالضبط كده ينطبق علينا ان احنا بشر. كل انسان موجود في مشارق الارض ومغاربها متشابه مع في طموحاته وتطلعاته ورغبته في انه يحيا حياة هادئة سعيدة مستقرة مطمئنة على مستقبله وعلى أولاده وعلى أحفاده. كلنا بنشترك في ده، ويجب أن دي كانت الرسالة المهمة اللي وجهها حفل الافتتاح امبارح، وأعتقد الرسالة اللي بيوجهها المنتدى في نسخته الثالثة والثانية والأولى منذ أن تم تأسيسه وتنظيمه. وأظن أنها رسالة مهمة، لأن أنت بتجمع شباب من جميع أنحاء العالم. في 300 ألف شاب تقدموا بطلبات للمشاركة، تم اختيار 7000 شاب من قارات العالم المختلفة، دول العالم المختلفة. وأعتقد أن أنت وأنا شفنا مدى فرحتهم امبارح في حفل الافتتاح، عبروا عن أن كلنا واحد، كلنا يجمعنا صفات أساسية رغم اختلافنا وتنوعنا وتعددنا في الصفات. منبهر بالتنظيم، بانضباط الشباب، وجود الشباب من كل دول العالم بيلتقي مع الشباب المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحضر الندوات، بيحضر المنتدى، بيستمع، بيسجل، بيكتب. حقيقة أنا بقول إن المنتدى ده لو انت دفعت ملايين الدولارات كوزارة السياحة عشان تقول حاجتين، ان مصر امان وان مصر بخير، اعتقد هذا المؤتمر بيدي هذه الرسالة للعالم كله. حضرتك بتحاضر في كبرى الجامعات العالمية وبتتكلم عن مصر وعن تاريخ مصر وعن الاثار، ايه اللي بيتقال عن مصر لما بيشوفوا صورة حضارية زي اللي احنا شايفينها؟ والله طبعا احنا كان الثلاث سنوات اللي فاتوا كان صورة مصر في ناس بتهاجمنا، دلوقتي الاكتشافات الأثرية، معرض توت عنخ آمون، هذا المنتدى والرسالة اللي بيديها للعالم كله، مصر صورتها في العالم اتغيرت. لقاءات السيد الرئيس وسفر الخارج من ضمن الأسباب القوية جدا ان عودة قوة مصر السياسية والثقافية للعالم كله. هذا المؤتمر بدي أعظم رسالة للعالم، لأن كل شاب من هنا بيلتقي مع الشباب المصريين، وطبعا التنظيم واللقاءات اللي بتتم دي هي أعظم رسالة بتوجه لكل دول العالم. مش هينفع يبقى معايا دكتور زاهي وما أسألش حضرتك وتطمنا على بعض الأثار المصرية اللي بنسمع إن هي بتتباع في دول وزارة الأثار دلوقتي بترجعنا. أنا عضو في اللجنة القومية لاستعادة الأثار، الدكتور خالد العناني، أكتر من 1000 قطعة أثرية. إحنا بنعمل قانون دلوقتي في مصر عشان اللي ما يوريناش الأدلة إن القطعة الأثرية خرجت بطرق قانونية نعمل له محكمة ونحاكمه هنا في الداخل. فأنا شايف إن يعني إن أنا بس نفسي في منتهى أملي في يوم من الأيام تعود إلى مصر راس نفرتيتي من برلين وحجر رشيد من المتحف البريطاني والقبة السماوية من اللوفر. ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه معاكم على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، حيث منتدى شباب العالم، هذا الحدث الكبير في شرم الشيخ واللي بنتابعه من خلال برنامج صباح النور في سي تي في. ودلوقتي لينا لقاء كمان واحنا بنتكلم
عن الشباب واحنا بنتكلم مع الشباب. تعالوا نعرف اكتر ونعرف منهم ونعرف تنظيم هذا المنتدى اللي اصبح يعني قبلة لكثيرين كل عام واللي اصبح يعني مسار اعجاب كتير من الشباب وكتير الحقيقة من الصحف العالمية تكلموا عن منتدى شباب العالم. اسمحوا لي ارحب بضيوفي، بيشرفني يكون معايا دكتور وجدي نبيل وهو احد منظمي المنتدى. اهلا بي كريستينا ماجد احد المشاركات. اهلا بحضرتك كريستينا. عايزه ابتدي معاك، كلميني عن مشاركتك في المنتدى وليه كنت حريصه ان انت تشاركي. انا سمعت عن المنتدى ده عن طريق الاعلام سواء التلفزيون او الشاشات اللي بتتحط في الشوارع او عن طريق الفيسبوك، فقعدت ادور عليه في سنه 2017 2018 عرفت ان هو اتعمل قبل كده، وعجبني فكره ان الشباب حول العالم وتبادل الثقافات، فروحت قدمت عن طريق النت الابليكيشن. كان في سبتمبر 2019 ويعني عملت الابليكيشن واتقابلت وانبسطت جدا ان انا اكون عضوة مصرية في منتدى شباب العالم. تمام. دكتور وجدي برضو عايز اسألك كحرك من المشاركين في البرنامج الرئاسي لإعداد الكوادر الشابة واللي شفنا منهم في الفترة اللي فاتت نواب محافظين ونواب وزراء، عايز أعرف مشاركتك إزاي في هذا المكان. وبصراحة كده عشان شباب كتير قالوا لي يعني اسأل لنا عن الموضوع ده، فقلت لهم قالوا لي هي الموضوع بواسطة. الحقيقة أنه الموضوع ما فيهوش أي نوع من أنواع الواسطة نهائي. الموضوع ببساطة بدأ معايا تقريبا من يعني أواخر 2017، يعني أحد من أصحابي قال لي ده في حاجة كويسة جدا اسمها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ما تيجي نقدم. فالحقيقة أنا في الوقت ده كنت بدور على أي حاجة يكون فيها دراسات متعلقة بالأمن القومي ومتعلقة بالعلوم السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والكلام ده. فالحقيقة لما كنت عمال أدور لقيت البرنامج الحقيقة جامع ما بين كل الحاجات دي، لأنه متقسم على 4 مراحل. بدأ معايا الموضوع أن أنا قدمت على الويب سايت عادي جدا زي أي حد، وحتى الآن يعني ممكن يوصل عدد المتقدمين للبرنامج الرئاسي من حوالي 400,000 مثلا، 400,000 شاب وشابة من كل أنحاء مصر. الحقيقة البرنامج ليه صدى كبير جدا وبدأ ينتشر بصورة كويسة جدا. قدمت عادي زي أي حد من الشباب وما كنتش متوقع ولا متخيل أبدا أنه هو ممكن يجي. بعد وقت حوالي شهر أو شهرين كده اتفاجأت أنه جالي ردوا عليا، جالي ميل بيقول لي ان انت ممكن تقدم ورقك في مديرية الشباب اللي انت تابع ليها، ودي كانت اول مرحلة. الحقيقة برضو يعني كان الموضوع بالنسبة لي مش متخيل ان هو ممكن يجي. تمام، مشيت في الموضوع، قدمت الورق المطلوب في مديرية الشباب. بعديها بحوالي شهر يعني اتفاجأت ان هم بيكلموني وبعتوا لي ايميل تاني بيقولوا لي انت عندك اختبار لغة عربي وانجليش، برضو عديت بيهم. وكل ده طبعا بيبقى فيه تصفيات وموافقات أمنية وبيبقى ليها يعني خطة كده معينة. عديت باختبارات اللغة، ومن اختبارات اللغة برضو الحمد لله قدرت أعدي منها واجتازها. بعد كده اتجهت لي كانت آخر مرحلة وهي مرحلة المقابلات الشخصية، ودي كانت من أصعب الحاجات لأن هو بنبقى تقريبا قدام 3 أشخاص، منهم حد ممكن يكون وزير، ممكن حد من مختص بالجهات الأمنية، حد من وزارة الدفاع أو من أكاديمية ناصر العسكرية أو الكلام ده، وحد تاني مثلا أستاذ دكتور أو يعني غالبا بتبقى شخصيات مرموقة يعني. والحقيقة الحمد لله كان ليا توفيق يعني أن أنا أخش. الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الواسطه تماما، انا مشيت زي اي حد، الموضوع كان ماشي طبيعي جدا. لكن هو معايير الاختيار بتبقى بناء على ايه؟ بناء على تخصصات معينه واحصاءات معينه. يعني هو عايز الدفعه دي مثلا عايز فيها 20 صيدلي، عايز 50 طبيب، عايز 10 مهندسين، عايز بيبقى ليه حزمه معينه، وبيراعي كويس جدا التمثيل الجغرافي انه يكون من كل محافظات مصر فيه ممثلين موجودين في البرنامج الرئاسي. الحقيقه انه شباب البرنامج هو اصلا بالفعل واصل لنجاحات محترمه جدا، وواصل يعني هو الحقيقه بدون البرنامج اغلبنا ناجح في شغله وناجح في حياته العمليه. فهو البرنامج اللي عمله ان هو يعني وصله بصانع القرار، وصله بالدراسة اللي هو ممكن تأهله ان هو يكون قائد.
بس انت يعني برضو انا عايز اسالك اسئله كتير الصراحه. انت كنت مصدق فكره ان الشباب في البرنامج الرئاسي هم فعلا دول اللي هيقودوا مصر في السنين اللي جايه، ولا كنت داخل مجرد بس ان انا هدرس حاجات جديده، اهو الواحد برضو ايه يعني ينمي شويه من نفسه شويه مهارات؟ يعني الموضوع كان جه معاك ازاي؟ الحقيقه انه انا ما كنتش اتخيل ابدا ابدا ان انا اجي في يوم من الايام الاقي حد من اصحابي نائب محافظ. النهارده احنا عندنا اكتر من 20 نائب محافظ، عندنا مساعدين وزراء، عندنا معاونين محافظين، عندنا ناس في جهات كبيره جدا وجهات محترمه. عمري طبعا ما كنت اتخيل القصه دي ابدا. والحقيقه انا دخلت الهدف الاول بهدف الدراسه، لكن بعد كده لقيت الموضوع لا دخل في مرحله. احنا درسنا على 4 مراحل وكانوا الحقيقه حاجه محترمه، وكانت يعني معموله على اعلى مستوى. وبعد ما دخلت لقيت انه فعلا اتجاه الدوله بدا يتغير للشباب من بدايه 2016 لما سياده الرئيس اعلنوا عام للشباب. بدات الفكره، ما كناش متخيلين ابدا انه الموضوع يبقى كده وبالطريقه دي. لا الموضوع دخل في مرحله كويسه جدا جدا. احنا الموضوع كان بالنسبه لنا دايما فكره الشعارات، الشباب هم المستقبل، شعارات حلو بالظبط. لا الموضوع ده ما بيحصلش تماما. دلوقتي احنا على ارض الواقع، دلوقتي محتكين بصناع القرار. درسنا كويس جدا، درسنا امن قومي، درسنا وفي الجهات المختصه بتاعتها، يعني مش اي حد. لا ده احنا درسنا امن قومي في اكاديميه ناصر العسكريه، درسنا في كليه العلوم والاداره، درسنا استراتيجيات اقتصاديه وعسكريه وسياسيه وحاجات كتيره جدا يعني. كريستينا عايز اسالك عن مشاركتك في المنتدى، يعني ازاي بتقابلوا مع انتوا شباب من كل العالم، بتشوفيهم ازاي، شايفه ازاي فرحتهم لوجودهم في مصر؟ انا اكتر حاجه بسطاني في المنتدى ده ان انا مصريه، وفعلا الشباب العالم لما اول سؤال بيسالوه انت منين ويعرفوا من مصر يقولوا لي احنا بنحب مصر جدا، مصر بلد جميله، احنا عايزين نجيها كل سنه. وفي ناس من شباب العالم اول سنه يجوا مصر وهم حبوها، ويعني امبارح قابلت ناس من نيجيريا، ناس من روسيا، ناس من استراليا، من مختلف البلاد. ودي حاجه افتخر بيها ان التعارف سهل، تبادل الثقافات سهلة جدا. كلنا بنحس ان احنا بروح واحدة بنتكلم مع بعض، وهم حابين مصر. دي اهم حاجة، ان مصر جميلة. مصر جميلة، مصر جميلة فعلا. دكتور وجدي برضو عايز اسألك على تنظيمكم هنا للمنتدى، وانا شايف الشباب بيشتغل بالضبط بالثانية وبالساعة، واحنا اسمح لي اقول لك يعني وسامحني بقى ان احنا مش متعودين على كده في مصر. احنا النهارده يقول لك انا جاي لك بعد العشاء، جاي لك بعد، ما حددلكش جاي لك الساعه كام. احنا شايفين انتوا شغالين بالثانيه، ومعروف الباب ده هيتقفل الساعه كذا، هتتاخر دقيقه مالكش مكان جوه، معروف انت لما تنزل من الفندق الباص مستنيك الساعه كام بالثانيه، وهيتحرك الساعه كام بالثانيه، مفيش مجامله لحد، رغم ان انتوا بتتعاملوا من خلال تنظيمكم مع شخصيات عامه وشخصيات كبيره شخصيات مرموقة وكمان شخصيات من كل دول العالم. الحقيقة انه احنا يعني الحمد لله دلوقتي قدرنا نوصل لمستوى كويس جدا، لانه احنا عدينا باكتر مثلا من 8 مؤتمرات شباب. المنتدى ده هو المنتدى الثالث، فالحمد لله قدرنا دلوقتي بقى عندنا الخبرة الكافية الكويسة جدا اللي نقدر ندير بها حدث بالشكل ده. منتدى شباب العالم الاولاني انا الحقيقة ما حضرتوش، لان كنت لسه ما التحقتش بالبرنامج الرئاسي. كان تقريبا العدد 3000. منتدى 2018 أنا حضرته وكنت في غرفة العمليات اللوجستية للمنتدى، كان الموضوع اتطور أكتر وبقى 5000، والموضوع كبر بشكل محترم جدا وتعلمنا كتير جدا. النهاردة احنا بنتكلم في أكتر من 8000 شاب من كل أنحاء العالم، بتتكلم في أكتر من 80 جلسة مختلفة، بتتكلم في أكتر من 360 متحدث. شوف حضرتك ال 8000 دول بيتنقلوا ازاي من فندق لفندق، شوف بيمشوا ازاي داخل القاعات والمنافذ. يعني عايز أقول لحضرتك إن أغلبنا مؤهلات يعني عالية، ومننا اللي عامل ماجستير، ومننا اللي عامل دكتوراه، وممكن تلاقيني يعني أنا كنت واقف في القاعات والمنافذ وبدخل وبخرج وبظبط الأمور دي. احنا بنشتغل كلنا بروح واحدة، محدش فينا ليه هدف غير ان هو
يشوف النجاح فعلا حقيقي، يشوف انه دي فعلا حقيقي القوة الناعمة بتاعت مصر، يشوف انه في شباب من كل انحاء العالم النهاردة ما يعرفوش مصر دي فين، مصر دي عبارة عن ايه، لا ده هو متخيل انه في جمال وارهاب وحاجات غريبة، لا بيجي النهاردة بيلاقي شرم الشيخ مدينة جميلة جدا، مدينة رائعة، بيتفاجئ بكل الموجود، بيتفاجئ بحجم التنظيم، بيتفاجئ يعني بحاجات ممتازة جدا. وحابب اقول لحضرتك برضو يعني دايما الناس بتقول عليها الموضوع ده انه الحاجات دي بتكلف الدولة ملايين وارقام كبيرة جدا الموضوع ده وايه لازمتها يعني، ويدفعوا ليه الفلوس دي كلها. الموضوع ده غير حقيقي بالمرة، لانه في رعاة، الرعاة دول هم اللي بيصرفوا وهم اللي بيدفعوا تكاليف المنتدى. وعايز اقول لحضرتك ممكن المنتدى كمان يطلع كسبان، يعني مش فكرة انه بيصرف بس، لا ده احنا ممكن كمان نطلع كسبانين. شوف حضرتك احنا المنتدى وصل لايه والصدى اللي اتعمل في العالم كله، وفي الاخر احنا ما صرفناش جنيه، وبل بالعكس احنا كمان يعني ممكن نكون طالعين كسبانين، وده حصل في اول منتدى، يعني طلعنا برقم يعني محترم جدا. وده فكر الإدارة، إذا كنتوا أنتوا أصلاً بتدرسوه فبالأولى كمان أنتوا تنفذوه على أرض الواقع وتطلعوا كسبانين. برضو عايز أكلمك حتى فكرة جدية الشباب، يعني أنا امبارح شفت موقف مثلاً أن رئيس السيسي كان معدي رايح من مكان لمكان، فاللي واقفين عشان الزحمة وعشان تكدس المكان وعشان الرئيس يعرف يعدي، اللي واقفين من ناحية التنظيمية مش الحرس الجمهوري ومش قوات أمن، لا ده شباب اللي هم منكم اللي انتوا جايبينهم، والشباب اللي هو جاي يشارك في المؤتمر، الشباب اللي هو 20 و22 سنة. شوف ازاي جدية الشباب في العمل، وفكرة ان انت لما تدي الشباب حاجة وتكبرهم هم فعلا مش ممكن يعني يخلوا بالمسؤولية. ده حقيقي، المنتدى كله يعني اعتقد انه اكبر واحد مسؤول ممكن يكون في المنتدى سنه لا يتعدى يعني ال 32 سنه 33 سنه، لانه الشباب كلهم خارجين البرنامج، احنا 1500 مش كلنا بننظم، في مننا حضور لكن عدد كبير جدا مننا موجود بالفعل بينظم. عايز اقول لحضرتك انه في ناس كمان ما ظهرتش خالص، ناس دي موجودين، شباب التسكين الموجودين في جميع الفنادق الموجوده في شرم الشيخ. يعني عايز اقول لحضرتك يعني دي حاله من التجرد وعظيمه جدا، انه مثلا ممكن تلاقي 4 شباب موجودين في فندق معين ولا راحوا القاعات ولا شافوا ايه اللي بيحصل، كل مهمتهم ان هم موجودين في الفندق بيسهلوا عملية خروج الناس ودخول الناس وتوصيلهم وعملية التسكين وسبل الراحة التامة لكل الناس الموجودين سواء مصريين او اجانب. فعايز اقول لحضرتك لا انه الموضوع يعني ماشي بشكل محترم جدا، احنا الحمد لله وصلنا لمستوى رائع من التنظيم، في ما بين يعني ما فيش ما بيننا مصلحه شخصيه ابدا، كل هدفنا ان احنا نعمل حاجه محترمه جدا تشرف اسم مصر وترفع اسم مصر. فلا احنا الحمد لله ماشيين في سكه محترمه جدا. كريستينا مشاركتك في المؤتمر، بتشوف الشباب بيستفيد ايه لما يشارك في منتدى شباب العالم، مشارك بمنتدى بهذا الحجم؟ يعني الصراحة المؤتمر السنة دي مؤثر جدا بالنسبة للشباب، كفاية مثلا في جلسة الافتتاح عرفنا معنى الإصرار، معنى العزيمة، معنى ان مفيش كلمة اسمها مستحيل، سواء من الطفل الزين اللي هو عنده 12 سنة لحد اكبر عارضة ازياء اللي هي تعرضت للتنمر. ففعلا ان الشباب ان يسمع تجارب قصاد عينيهم وتجارب حقيقية قدرت تتغلب على المستحيل، يبقى أنا فعلا ما فيش حاجة مستحيل تقدر تقف قدامي وأقدر إن أنا أنفذ اللي أنا بحلم بيه. وأنا شايفة إن ده موضوع مهم جدا بالنسبة للشباب اليومين دول، إن هم يكون عندهم إصرار، يكون عندهم عزيمة، يكون عندهم قوة بداخلهم تدفعهم إن هم يتغلبوا على المستحيل. تمام. دكتور وجدي، برضو حابب أسألك في من خلال البرنامج الرئاسي اللي انتوا او اللي الدولة عملته، ومش مجرد ان هي عملته، ان هي كانت جادة جدا في ان الشباب يتولوا القيادة، شوف ان الشباب اللي معاك واللي مشاركينك في هذا البرنامج يعني بيحلموا بإيه؟ هل بيحلموا بس ان هم يبقوا قادة في المستقبل في البلد، ولا بتحلموا مصر كلها؟ بتحلموا تشوفوا مصر ازاي؟ الحقيقة انه محدش فينا لما دخل اصلا البرنامج كان متخيل ان هو هيكون في منصب. صحيح. يعني دي اخر حاجة بالنسبة لي ان انا اتوقع ان انا اكون في منصب نهائيا يعني. فالهدف انه كلنا كان هدفنا
الأول والمبدئي هو الدراسة وهو العلم. فالحقيقة أنه إحنا بالعكس إحنا يعني بنخدم بلدنا بأي شكل من الأشكال، مستعدين يعني لأي حاجة، مش لازم أنا أكون في منصب علشان أقدر أخدم بلدي. بالعكس ده في ناس موجودين في أماكن وفي أماكن قوية جدا، وعايز أقول لحضرتك أنه مش كل الناس أصلا يعني في دماغها أن هي تكون يعني عندها منصب أو الكلام ده، لا خالص. إحنا عندنا ناس لا جات درست ودخلت انخرطت معنا في المجتمع وبتأدي أداء عالي جدا ومش في دماغها الموضوع ده خالص. عندنا شباب شغالين في بنوك، عندنا شباب شغالين في شركات خاصة، مهندسين، كل دول مش في دماغهم أبدا ان هم يكونوا في منصب في يوم من الأيام نهائي. وبالعكس ده في ناس ممكن تجي لها حاجة زي كده وتعتذر. طب أنا هقول لك على حاجة، يعني أنا عايز أقول لك يا دكتور وجدي إن كتير من الشباب واللي ممكن يكون بيتفرجوا عليك دلوقتي في منهم بينقل بعضه أو بيعدي بعضه فكرة الإحباط. نعم احنا ملناش مكان، نعم ده الناس دي بواسطة، يا عم مش عارف ايه، نقعد نحبط بعض كده بشكل او باخر. تقولي للشباب دي وزي يكون عنده جرعة التفاؤل ان فعلا البلد ممكن تبص لشاب، بس انت كمان يكون عندك البداية ان انت تكون مجتهد، ان انت تكون بتنمي نفسك، ان انت تكون بتكتسب خبرات حتى لو مجرد كورسات، بس تبقى انت كمان بتشتغل على نفسك. بص استاذ حق صدقني بامانة هو الموضوع كله يرجع لايه، يرجع للإصرار ويرجع للطموح، أنه أنا يعني عايز أكون حاجة كويسة فلازم أأهل نفسي علشان أوصل للحاجة دي. على فكرة ما هو مش كل الناس هتخش البرنامج الرئاسي لأنه الموضوع طبعا مستحيل، لكن عايز أقولك أن دلوقتي اتجاه الدولة فعلا متجه للشباب بشكل واضح ورسمي، يعني ده بنشوفه على أرض الواقع فعليا. فأنت يعني اتجه وخد كورسات وطور من نفسك وصدقني الفرصة هتيجي، بس كل القصة انه لازم تبقى عارف كويس جدا ان لما هتجيلك الفرصة لازم تكون جاهز. مينفعش تجيلك الفرصة وانت ضعيف او انت لسه مش مستعد لحاجة زي كده او لسه مش في وعي كامل او مش في دراسة كاملة. فانت امشي في الطريق وصدقني مفيش حد يعني ربنا ما بيعمره ما بيعوض، يعني بيعوض دايما تعب كل الناس وما بيضيعش ابدا تعب حد. فبالعكس انت اسعى في طريقك وامشي وتعلم كويس وهتلاقي نفسك اكيد في يوم من الايام هتوصل وهتجيلك الفرصه. كريستينا تقولي ايه للشباب اللي بيشوفونا وتشجعوهم ازاي ان هم بعد كده يجي يشتركوا في منتدى شباب العالم؟ اشجعهم ان هم ان منتدى شباب العالم حاجة فعلا بتنمي الشباب وبتغير تفكيرهم. الواحد فعلا بيرجع من المؤتمر عنده افكار جديدة وعزيمة وحاجة حلوة. واقول ان فعلا زي ما في الافتتاح قال كلمة السر، الشباب هم فعلا امل المستقبل ومصر فعلا هتتقدم بالشباب. تمام بس. أمين. أنا بشكرك جدا كريستينا، نورتينا ودايما نشوفك في منتدى شباب العالم. بشكرك جدا دكتور وجدي نبيل عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، بشكرك جدا مش بس على مشاركتك معنا النهاردة، لكن الحقيقة أنا شفت فيك جرعة التفاؤل اللي بتنقلها للشباب. وإحنا دايما نقول زي ما الإحباط معدي كمان التفاؤل معدي. وعايزة كمان توجه يعني في آخر لقائنا كلمة للشباب اللي بيشوفونا، لو أنا الدنيا يعني ضايعة بيا شوية ومئة ألف مطب بقابله وعندي إحباطات كتير من اللي بشوفه حواليا، الاقتصاد اقتصاديا الدنيا صعبة معايا، الظروف ما فاشل في شغلانة، مش لاقي شغلانة، الكلام ده كله تقول لنا إيه؟ الحقيقة أنه يعني كل الناس بتمر بظروف صعبة، بس عايز أقول لحضرتك إن الناس اللي بتمر بظروف صعبة دي هي في الآخر اللي بتطلع أنجح الناس. يعني كل ما هو الظروف بتبقى صعبة ده بالعكس التحديات بتزيد، والتحدي بالعكس بيبقى أكبر بكتير إنه لا ده أنا عايز أوصل لحاجة وعايز أعمل حاجة لأني أنا شفت الصعب. فعايز مش عايز الناس تعيش بنفس معاناتي، لا ده أنا عايز أساعد أكبر قدر من الناس. شكركم جدا نورتونا. ويمكن الرسالة الأخرانية دي أنا بشوفها إن هي رسالة كل الشباب، اوعى تقول للإحباط او اوعى تخلي حد او اوعى تسمح لحد يعديك بفكرة الإحباط. اجري ورا اللي عندهم امل، اجري ورا اللي عندهم رجاء ان هم يبقوا احسن وافضل، وهتبقى احسن وهتبقى افضل لو انت عاوز تتطور وانت عاوز تكون افضل. وهو يمكن ده من الحاجات اللي بنشوفها او من الصورة اللي بينقلها منتدى شباب العالم. لسه معاكم وحلقتنا الخاصة جدا من صباح النور من شرم الشيخ بعد الفاصل، وزميلتي هبة تكمل معاكم.